مروان، تحياتي، صافا كلشي بخير؟ ميرسي، صباح الخير، الله كلشي يبارك. مزيان. مرحبا، اش يمكنك تقول لنا على الترشيحات؟ واش غنقول لك؟ الترشيحات كي قلتي انت، دابا كاين 3 ديال المرشحين اللي دابا قدموا، قالوا هذا ما قالوا. اش غنقول لك انا؟ كيبان لي ما تيبان لي ما صراحة ما حتى واحد فيهم ما قال ما مقتنع به صراحة. وي ولكن هو انا على ما سمعت انا ذاك الكاتب العام السابق انيس محمود وي قال لك عنده شي دعم من الحكومه، غيكون دعم من الحكومه أنا ديال الراجل، أنا ماشي هناك تسريبات أنه رسالة نزلت للمكتب من الحكومة، تيقول لهم هذا هو هادشي المرشح، اللي كاين. غتكون هي هذا هو المضمون ديالها، دعموا هذا السيد. حنا كنقولوا للحكومة انيس بأنه بأنكم لقد ساهمتم في توسيخ وفي تلطيخ سمعة الرجاء طوال هذه السنين، وحان وقت فراقكم، هو حان دابا وقت عندهم فراقكم لتدير الرجاء. وراه غيديروا لنا بحال الفيلم ديال الزياد، وحنا إذا لهم جاءنا بالمرصاد، وحطوا حنا لهم بالمرصاد. حنا راه شوف، الشعب الرجاوي راه ماشي يسكت، الشعب الرجاوي بغى التغيير. ولكن دابا السي يوسف، ها هو حنا نقولوا كاع، انت كما قلتي انت دابا، ها هو حنا ما كاينش انيس محفوظ ما غنبقيوش، ولكن انت السي يوسف دابا في هذا المرشح اللي شتي انت، شكون اللي بان لك؟ انا حتى واحد ما بان لي زعما ما مقتنع به صراحة، انت حتى ما واحد بالك فيهم. توا مقتنع؟ انا مقتنع بالبرنامج ديال الرامي. انا ما مقتنعش به صراحة، لان السي يوسف الهضره هضره حاجه والواقع حاجه اخرى، لان طيب، شحال من واحد كيجي لي يقول انا غندير وغنعمل وغنفعل وهذا واخا واخا وغندير وهذا وهذا، ولكن مين كيجي مين كيدخل كي تيقولوا اللي قال العصيده بردي دير فيد وكي قال هذا، داكور، مين كيجي يدخل كيبان ولا كيبقى يعطي الاعذار واخا هذا وهذه وهذا، غنطرح واحد وزيد السؤال، وزيد غنطرح سؤال، نعم لا تنطرح سيسو. سؤال السمع. الترشيحات اللي كاين دابا كاين 3 لحد الآن رسميا، كاين 3. هاد الثلاثة واش الرامي هو أحسنهم ولا لا؟ صراحة الرامي هو أحسن، إيوا، فين تيدار ما أحسن؟ ندعم والله ولكن تيبان ما أحسن، تيبان شي واحد إيه مليونير لاباس عليه، وفي نفس الوقت عنده تجربة في التسيير الكروي، لأن التسيير ديال الكرة ماشي هو ديال الشركات، عنده تجربة في التسيير الكروي وعنده الكاريزما ملي كيصهل القشع براسه كيتخلع، فهمتيني؟ وسميتو عنده شكارة صحيحة ديال الفلوس وهذه، ويجي مرحبا ديك الساعة غادي حنا نصفقوا عليه، نقول له عطينا البرنامج ديالك بعدا نشوفوه، ويبان لنا سميتو نقول له مرحبا، تجيب شكارتك وبالبرنامج والتخطيط، برافو. ولكن مادام ما كاينش ولكن السيوس، فندعموا رامي. ولكن انت كتشوف بان السيوس كتقول ندعم الرامي وهذا، ولكن انا كنشوف بان غنبقاو نعيشوا نفس التجربه بحال الزيات مع ما الرامي ما عنده الوزير علاقة الرامي ديال بالزيات، السي. الرامي ما عنده علاقة بالزيات وما عنده علاقة بالحكامة، بالعكس هو قال في البرنامج ديالو أنه ما عندوش علاقة، يجب إنهاء عهد التحكم من طرف الحكامة، قالها شي زعما غادي يحتاج. قالها باش صوت لها، على صوتوا على التقرير المالي والادبي ديال حسان ودوزو، وعلاش ابدا بحاليا ما عرفناش هو، ظنيته شوف محامي هو ما عرفناش. وتصنت لي ستيوس ودابا انت كتقول ظنه صوتوا، محامي. بلاتي يا مروان، واش انت كتقول شي حوايج راه ما كاينينش؟ انا معاك، انا السيستم كنتصنت معاك. انت دابا واش عرفتي دابا الرامي واش صوت على التقرير الادبي تاع حسبان ولا لا؟ عرفتي هو صوت؟ انا صوت واحد الكميشه، التصويت داك شتي كيفاش دار؟ انا واحد كيجمع واحد خمسه، واحد 41 واحد كيجمعهم في القنت، تيقول لهم شكون كيصوت؟ يقول انا كيهزوا جوج يدين، جوج يدين ماشي هذا هو التصويت. واش هذا التصويت؟ علاش كتقول انت واخا، رامي صوت؟ ولكن عنده الحق السي يوسف في هز التقرير المالي والادبي بصفته هو كمحامي، يعني مجال القضاء وهذا وكيف فهم في هذا الشيء، علاش ما طعنش فيه كما طعن جو الامين في التقرير المالي ديال بوطريقه؟ طالبوا بالافتحار، هو ورضوان، هو والابراهيمي سميتو عصام، هادو كلهم واحد مجموعه منخرطين، وابراهيم عبد الله، هادو كلهم طالبوا بالافتحار قبل، راه هما اللي ضغطوا، هادوك هما اللي ضغطوا باش تاجل التصويت، راه كان يتصوت عليه
الجمع العام ملي كان جالس تما، ملي كان جالس تما ذاك فاش داروا اللجنه المؤقته، فهذاك الجمع كانوا غيصوتوا، قال لهم لا ما نصوتوش تيكون الافتحار. اش بغيتي اكثر من هذا الشيء؟ شوف راه كيما اللي قلتيها في امك اللي قال العصيده باب دا يقدر يدو فيها، شوف كنت انت منخرط ما تقدر، والله ما تقدر دير والو، ما تقدر دير والو. نقول لك راه شوف ولكن هز التقرير المالي مشي غندي ما غديرهاش، والله للهيكل ما المؤقت ديرها، غادي. والله ما ديرها. شوف خصك تعرف واحد القضيه، انه في الرياضه اليوم، عارف يا في الرياضه اليوم كاين البلطاجه، شي البلطاجه وتيخرجوا لك، وتيخرجوا لك عرفتي شنو هو، تيبدو يدفعوا لك بوادرهم، تيقول لك شوف اه ودي في راسك شويه، انت مالك عند راسك انت اللي القاري ولا شنو هادشي؟ كيبداو عليك. راك شتي هذاك اللي ناض الابراهيمي عصام اللي قال الافتحاص؟ راه شتي هذاك اللي ناض اللي قال لك شكون انت، شكون هذا، وشكون اللي جابه ومع من؟ قالوا لي لا راه منخرط جديد، قال لي ما عندوش حق ياخذ الكلمه ما يهضرش. تشوفوا راه ملي تكون انت في هذا الواقع ما تقدر دير والو. اذا اي واحد اعطانا الاماره، اعطانا واحد الاشاره انه يمكن ليه يساهم في معالجه هذا الواقع وفي تغيير هذا الواقع، خصنا ندفعوه باش ندوزوا هذه المرحله الاولى، نشطبوا ونحيدوا البلطاجيه من الوزيز. راه كون على يقين ان الشيء الاخر كله سهل، كاع اللي غيجي من بعد الاصلاحات والفلوس، والفلوس وداك الشيء كلشي سهل. راه الصعيب هو التشطاب ديال الوزيز. اذا اي واحد عطانا ريحه الامل خصنا نتشبتوا به، ما نبقاوش نكذبوا على راسنا، وما نبقاوش نتسناو ذاك فارس الاحلام اللي انا غادي يجي. الصراحه اشوف السياسه هذه الهضره هذه انت دابا تتهضر والايام بيننا كي كيقولوا، واشوف احنا الايام غنجيو نتمنى والله اتصنت نتمنى والله يطلع السي الرامي يطلع للرئاسه، وان شاء الله نكون نهضروا ان شاء الله في شي لايف ولا شي حاجه ونفكرك ان ان شاء شاء الله الله عمرك نتمنى ما خير. شوف تنسيش. نتمنى خير. شوف الرجاء، احنا رجويين اليوم، الوضعيه اللي كنعيشوها اليوم ما بقاش عندنا شي حل الا التفاؤل، خصنا نتفائلوا بالمستقبل، واحنا ما كرهناش، احنا فهمتي، ما كرهناش نحيدوا عندنا ديك الاراء شي الانهزاميه، حل، ونحيدوا ديك سميتو، ونحيدوا حاجه اللي ما بغاش تحيد من ولكن الرجويين. انت سيس ما سمعتيش، انت ما سمعتيش انت شنو قال هو تا هو بواحد في التصريح ديالو، قال بغينا نديروا ديك القضيه تا هو ذاك الرئيس قال نقطعوا العهد مع مشكاره ونديروا ديك ماشي القضيه مشكل، ديال ماشي انه مشكل. شوف يعني ماشي مشكل، انا وصلنا بالنسبه لي انا الكراجة خاصها موارد انها تبقى تصرف على راسها، وراها وحنا حاليا حاليا الرجاء اتصنت السيوس، وي حاليا الرجاء ما محتاجاش هذا النوع هذا، حاليا الرجاء خاصها خاص واحد اللي يجي يدخل اموال، واخا ما الرجاء كاينش محتاجه فلوس. سي مروان، هذا اللي كدوي عليه ترى ما كاينش، نعم ما كاينش، ما كاينش، وما عمرك تلقاه. حيدها من راسك، حيدها من راسك. ما خلاو ما يعني لحقت، وما ما بخل ما بخل كاينين الناس بغاو يجيو يخدموا ما خلاوهمش. شكون هذا اللي بغى يخدم؟ ما شكون هو؟ هو قول راك لي، راه كاين ناس، قول لي شكون هذا عنده وكاين الفلوس ناس وبغى يجي كاينه وما خلاهوش؟ شكون هو؟ شكون هو؟ واش حمدي اساس؟ شوف شوف، خلينا من دوك الفانتات، السيد دابا توفت ومشى هربان. شوف تسمح لي، راه الناس ملي كان عارف. حمدي يدير حمله، راه الناس مشاو عنده قالوا لي اجي دير معنا، قالوا لي اودي ما بقاش بغى يعطي حتى موعد مع الصحفيين، لانهم اللي بداو كيضغطوا عليه وخصك تخرج وتاونجاجا، راه ما تحلفوا عليه والكوالي تحلفوا عليه ويدخل تقرا. شوف تسمح لي يا سي مروان، نكونوا واقعيين، عارف نكونوا واقعيين. شوف هناك قانونين غيدخلوا حيز التنفيذ في الموسم الجديد. اول حاجه الرئيس ما بقاش عنده الحق يعطيه الفلوس، ما بقاش الحق، ما عندوش الحق، ما بقاش عنده الحق يسلف الفرقه، هذه الاولى. النقطه الثانيه، النقطه الثانيه الرئيس ولا يحاسب، ما بقاش الرئيس يدخل من هنا ويخرج من هنا، ما بقاش غيولي يتحاسب. اذا هذو الحوايج غادي يخليوا اي واحد عنده الفلوس عنده الشكاره يخمم 1000 مره قبل ما يجي للكره. حيدوها من راسكم، الا لقيتوا شي واحد اللي بغى يقاد الفرقه وباغي يمشي يحافظ. اتصلت ليا مروان، خي نكمل هضرتي الله يرحمك، راه كدوز الخيال شي شويه، اسمح لي. شوف راه الا لقينا شي واحد اللي باغي يعني غير يحافظ على اموال الرجاء، وانه يساعد الرجاء باش تستثمر امواله هي بنفسها وتخلق هي الثروه ديالها باللوغو ديالها، لقينا هذا الشخص هذا كون على يقين هذه الثروه اللي غدوم للرجاء، ما يجيش شي واحد يحط لك 4 ريال ويدي لك 16 ريال. واش تفهمنا؟ تحياتي، راك خديتي وقت طويل اخويا مروان، راه شوف الناس كيعيطوا، اسمح لي مره اخرى ان شاء الله. مرحبا بك، الله تحياتي، يعاون الله يعاونك، السياسة السلام يا عليكم. شكرا شكرا. الله. الوغ الاخ اللي من قبيله هو تيعيط، اللي هو بلاتي عالي، هذا السيد عالي يسمح لينا. ها هو. الو،
عليكم سي يوسف، صباح بخير. اسمح لي انا سي علي، اسمح لي. لا بارك الله فيك مرحبا اخي، مرحبا بك، والسيد مع اخي جات معك مؤخر. مرحبا مرحبا، تفضل. بغيت نقول الناس اللي كيهضروا معاك كيتصلوا معاك، الناس ترتاحي شويه، طلع شويه النيفو في الحوار. اول حاجه بحال اش مثلا، بحال اش لا اللي كاينين شي متصلين كيبقاو يهضروا راه بلا ما الانسان بلا ما يضرب الشمس بالغربال، راه حاجه بيضه بيضه، حاجه نافعه الرجل نافعه، حاجه نافعه الرجل. هو ما كاين مشكل، كل واحد كيقول الراي ديالو، ماشي زعما ماشي معنى هذا النيفو ماشي هو هذاك، راه غير كل واحد حنا كنختلفوا. شوف واحد المثل الفرنسي كيقول حبيبي علي، شوف واحد المثل الفرنسي كيقول لك اذا اختلفت معي دون ان تضرني فانت تغنيني. بيان سير بيان سير، صافي هذا يعني ما كاين مشكل، اختلاف لا يفسد للودي قضيه، المهم هو نوصلوا لنتيجه واحده ونشوفوا نشوفوا القدام. تفضل خويا. خويا يوسف بغينا نهضر بشي حوايج. انا راه خويا كان هضرنا في لي لايف شحال هذيك، كنت في لي لايف ديالك مرحبا قلت شي افكار، وي قلت خويا، شي افكار، الافكار كيتشراو بالفلوس، مرحبا اخويا، الله يحفظك. العفو خويا، راه كيتشراو يعني خويا كيتشراو بالفلوس، لانه هذا الراكد اللي غادي يجي إذا خلاو هاد الناس، إذا خلاو هاد الظلماء اللي عندنا، إذا خلاو راه خويا الرئيس كتب لي كتب شي واحد مشكر غادي يجي، مشكر بيان سير غادي يجي يعاون الطاقة ويعطي كذا يدخل يدخل منها يخرج منها، ولكن الراجل راه كتصرف على راسها براسها. عباد الله أنت عندك مستشعر كيف قالوا الناس اللي دازوا قبل مني، مستشعر كاين كاين الفتات كاين 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 شي حاجة قليلة وهو أكثر من داكشي اللي كيعطيك هو. عباد الله بلاتي بلاتي خويا علي، علي غير ناخذ ناخذ لك جوج ثواني، بغيت غير كنتفاعل شويه مع لي ميساج، لي ميساج. واحد الاخ عبد اللطيف سعيد الادريسي قال لك اودي ما عرفتش واش مكلف بمهمه ولا افكاره هذه الشخصيه، قال لك اودي حاولوا ديروا الثقه في المكتب الحالي اللي رغم لا كريز ديال كورونا انه استطاع انه يحقق لكاف وسميتو كذا كذا كذا. انا غنقول لك واحد القضيه اخويا عبد اللطيف، المكتب الحالي هو مكتب الذي ولد ميتا، ولد ميت، لانه اول حاجه ما عندهمش الفلوس وما عندهمش العلاقات وما عندهمش التدبير، ثلاثه الحوايج، تصور ثلاثه الحوايج من الخطوره في المكان انه يكون في مكتب مسيء. فعلى الاقل المكتب اللي ما عندوش فلوس خص يكون عنده التليفون، صحيح الا ما عندوش تليفون على الاقل تكون عنده يعني عنده المعرفه، عنده حسن التدبير، يعرف يصرف الفلوس. دابا هما زادوا حتى بحاجه ثالثه هي انعدام الثقه في الجمهور، وانهم داروا واحد المسافه بينهم وبين الجمهور وداروا شخ، داروا حائط برلين بينهم وبين الجمهور، يعني ولاو كيديروا شي تصرفات اللي ضد الجمهور. اذا كيفاش بغيتي هادو يستمروا؟ راه هما عدموا راسهم وعدموا لا كارير ديالهم بيديهم، الجمهور ما بقاش حاملهم، يبقاو جالسين في ذاك الوزير. فتنظن ان اي يوم كيدوزوه تما راه يساهمون في اقبار الرجاء. حان وقت الرحيل، كنشكرك اخويا عبد اللطيف، ولكن اخويا شوف ما عندهم ما يقدموا هاد الناس، هذا انا بغينا نكذبوا على راسنا. تفضل خويا كمل. خويا يوسف قلت واحد الكلمه في الاخر، حان وقت الرحيل، راه الرحيل راه شحال هادي هما خاصهم يمشوا هاد الناس، هاد الناس راه ملو، راه الناس راه ملت. شي الكره المغربيه راه كاين واحد البروجي دابا ان شاء الله الا دار في الرجاء راه غادي يكون قطار المسيرات الاحتراف في البطوله الوطنيه لو اللي يضربوا بك المثل. ولكن هاد الناس راه هاد الناس راه بغاوش الناس ما بغاوش هاد الفرقات توصل، صراعات داخليه غير منخرطين بيناتهم، كيجي شي رئيس فيه الطب لا نهرسوه، علاش نهرسوه؟ علاش؟ انا من الهضره ديالك انا خويا كنأيد، نأيد الرامي الاستاذ رضوان الرامي، انا هو اللي فيه الضوء. وهذا هو المشكلة، هو اللي فيه الضوء. اعطيني شي واحد نخدم الغدا يكون احسن من الرامي، هي يقول لك نطبل له. لا يجيب الغدا اي خويا، انا كنشوف الصايع اللي غادي يفيد الفرقة، شوف اللي غادي يعطي شي حاجة للفرقة. علي علي واحد القضيه باش نكمل الكلام ديالك، دابا من غير نسال شي واحد اللي فيه الضوء، دابا عطيني شي واحد، شي رئيس ولا شي واحد ترشح وقال بانه خصنا ننهيو العهد ديال الوصايه والحكم، عطيني واحد. ما كاينش بمعنى حنا في عصر الحكماء عشنا جميع انواع الذل، يعني منذ عهد حسبان وحنا كنعيشوا الذل، وكنعيشوا الرجل تبعت. بمعنى انه اللي كيسيروا الرجا ولاو خدام طيعين للمشرفين على تسيير الكره، ولات الرجا ما كتناقش القرارات الكبيره على المستوى التسييري، ما
ما بقاش كتناقش البرمجه، ما بقاش كتناقش التحكيم، ما بقاش كتناقش بزاف العقوبات التاديبيه، ولات الرجا جد جد صغيره، ولات الرجا تلعب على الصفوف الثانيه. بطوله ذاك العام خطفها ثلاثه الاخير دقيقه. ف هذيك هزار، هذيك بطولة هزار. يعني كل انواع العذاب عاشتها الرجا مع هاد الناس هادو. زعما هذاك السيد اللي عيطوا ليه اللي هو اوزال، راه عيطوا ليك باش تعتق الفرقه. علاش؟ لانه في 2014 2015 كان عندك 2015 2016 كان عندك واحد الاجماع، وكنتي محترم وفي واحد المكانه كبيره وكلشي كيحترمك في الرجا. قالوا اشنو؟ قالوا السلطات بان هذا السيد هذا سميتو هو اللي غادي يجمع لنا العائله، هو اللي غادي يحاول يلقى واحد المكتب مسير او لجنه مؤقته في انتظار تهدى الاوضاع وتوقف ديك الوقفات الاحتجاجيه. فالناس اللي داروا فيك الثقه وعطاوك هذه المكانه هذه، فما تحاولش تاكلها، ما تحاولش تاكل الفرقه. انت دابا كتاكل في الفرقه كتغزوها، وبركه طلق عروقك من 2015 وانت طلق عروقك يا صاحبي. واش خاصة غلطة، خاصة غلطة ثانية هذيك. اذا كاع ديك القيمه اللي كانت عندك راه نزلتي الله، راه كلشي ما بقاش كيحملك يا صاحبي، وباقي مازال كتحملك التليفونات وكتصيفط تبع الرسائل والميساجات للمكتب اللي حقه طلعوا فلان عاونوا فلان باش يطلع. فالى متى يا صاحبي؟ الله يهديك، الرجا الله الرجا يهديك. اليوم، الرجا اليوم ما بقاتش قابله ان القشع والناصيري يبقاو يتحكموا في الكون، ما بقاش قابلها صافي، ما بقاش قابل الماتش يبقى مبيوع عليهم في الكواليس صافي واضحه. واخويو وخليو الناس، خليو جيل جديد يطلع للتسيير، الرجاله تستحق اكثر من ذلك. تفضل خويا. شكرا خويا هشام على تحياتي يا خويا المداخلة، يوسف، شكرا خويا يوسف شكرا على المداخلة شكرا اللي خويا، درتي. الله يحفظك خويا. المداخلة خويا اللي يقدر يقولها اللي رجاوي الأحرار، الله رجاوي يحفظك، الأحرار، الله يحفظك خويا. لأنه هذه الهضرة دابا كاين شحال واحد كيسمع اللايف ديالك كيبقى كيقول هذا راه كيبقى يهضر وكذا وكذا، راه مضايقية، ما باغيش شي ما باغيش الخير للفرقة. والله ما كنعتبر رجاوي، وي هذا والله كاين، ما خويا، والله ما كنعتبر رجاوي اللي ما كاينش خير للفرقة. كاين اللي رجعوا اللايت بزاف ولا واحد بزاف بزاف. كل شيء يعني الصفحات المرتزقة جري من هنا، هذا مع فلان، هذا كيبقى بالفلان، وي نديروا كفى كفى مع هادشي. الله يحفظك نروحوا خويا، على الصفوف الله يحفظك. وشوفوا السيد الرئيس اللي غادي يجي غادي ينتخب، ينتخبوا عليه المنخرطين الأحرار. راه كاينين منخرطين أحرار في الرجاء، راه ماشي كل شيء كيسب المنخرطين، راه واحد الفئة، كامل كامل بسيطة كامل، هما اللي دايرين العصا في الرويضة وتابعين للطرناء. ولكن الله سبحانه وتعالى راه كل كيجازي على قد ولكن أفعاله. واحد القضية ما ننساهاش يا خويا علي، شتي هذوك الفئة القليلة اللي كدوي عليهم، راه الفالطة كلها كترجع للفئة الكثيرة ديال المنخرطين اللي سمحوا لهم أنهم يدخلوا الرجاء وهم ما مخلصينش. راه البلطجية يا خويا يوسف، راه البلطجية اللي إذن كتزيد، سمحوا لهم. الدور ديال المنخرطة شنو هو؟ راه هو برلمان الفريق، برلمان الفريق خاصو يسهل، خاصو يسهل على إنجاز الحكومة لعملها كما يجب، هذا هو دور البرلمان. الحكومة هي المكتب المديري، خاصهم يشوفوا واش كيدير خدمته مزيان. اجي الاخوان اليوم معكم اجتماع، عطيونا الوضعية ديال المنخرطين الله يرحمهم، الوضعية الإجمالية، عطيونا ما يثبت أن هاد الناس مخلصين. كيفاش هاد 30 واحد واحد الوقيتة كان في العهد ديال اللجنة المؤقتة كانوا تشطب عليهم لأن ما شدوش الانخراط ديالهم ما خلصوش. وكيفاش جا حكا سمعنا أن أوزال عيط لهم ولقى معاهم حل وعاود ردوهم. فين هو الفلوس؟ فين هو ما يثبت انهم خلصوا الانخراط ديالهم بجوج مليون؟ عطيونا. وهذا هو المنخرط. اذا هذه الوضعيه هذه اليوم يتحملوا مسؤوليتهم باش يشطبوا الوزيز من هاد الناس. هاد الناس هما اللي بغا يتحكموا في الرجاء، هما اللي بغا يديروا مستقبل الرجاء، بغا يخطوه بيديهم، دونك يوقفوا لهم يتحملوا مسؤوليتهم. تحياتي اخويا. هذاك بغيت خويا تندوي واحد المداخله معاك بزاف، نخلي الاخوان يكملوا معاك. نعم خويا يوسف راه هذا 27 في شهر 8 غادي يبقى تاريخي في تاريخ الرجاء، في تاريخ نادي الرجاء البيضاوي. يا اما غادي نطلعوا وغادي يولي تضرب بنا المثل، يا اما غادي نهبطوا وغادي يزدموا علينا الناس من الجامعه، من العصبه الانحرافيه، من الحكام. الرجاء ولا تحيد قسام اللي كيمسح فيه وي عنده. وي وي وكيفاش هاد الناس اللي كيقولوا حنا رجاويين وكيفتاخروا وكيهرجوا كيخرجوا قدام المنابر الاعلاميه، حنا دابا شنو درتوا؟ شنو درتوا؟ عطونا رئيس اللي يكون بالكلمه ديالو. راه والله خويا هشام اقسم لك بالله شي يوسف رئيس يوسف اللي يكون فيه الضوء راه الجمهور والله خي يكون زيرو درهم، زيرو درهم، حتى الجمهور غادي يعاونوا، غادي يعاونوا. إن شاء الله يكون خير، راه الرجاء عنده شعبيه في العالم كامل، يكون ماشي خير غير شعبيه. خويا علي، يكون خير. تحياتي شاء ليك الله بإذن وكنشكرك الله، على شكرا التدخل ديالك. جزيلا. تحياتي، تبارك الله مرحبا عليك، تبارك الله. مرحبا.
شكون ذاك الاخ اللي بقى كان قبيله كيتصل؟ شكون ذاك الاخ؟ سفيان داز في المهدي. لا خويا لا، اسمح لي قبيله، اعطيني الاسم ديالك اللي غير رقم ما ندوزوش، لانه الناس اللي كيدوزوا رقم ما كنعرفهمش، كاين اللي كيخرجوا الهضره كيكونوا من راك عارف منين، كيبداو يخرجوا هضره خايبه. ما غاديش نسمح لك تدوز مره اخرى، بغيت تدوز معايا عطيني الاسم ديالك ندخلكم كونتاكت ومرحبا. كاين واحد السيد، شكون هذا؟ عبد اللطيف. فوالا. الو الو هاي. وي خويا وي، تحياتي مرحبا، تفضل الله يبارك فيك خويا، مرحبا تفضل تفضل. وي وي كنسمعك كنسمعك، تفضل قول لي شنو، كيفاش جاك الترشيحات وشنو شنو الراي ديالك فيها؟ أخي يوسف، الترشيحات راك شتي، شكون كاين ثلاثة الناس وكاين اللي موضع إيرانا ورجع النور باقي ما دخلش. كما قلتي هذا الأخ عرابي اللي كيبان لي أنا فيه الضوء، لأن أنا كنظن هذا السيد المشروع اللي جا بيه وده يكسب الثقة ديال الجمهور، وي هذا هو يمكن الرئيس اللي غادي يكون. نتمنى نتمنى، بقيت حتى حاجه مضمونه ولكن نتمنى. ولهذا حنا هذا إذا بقى في الكلمة ديالو وبالمشروع اللي جا، كنظن أن الجمهور يتعاون مع هذا الرئيس ويكون خير. وي هذا هو اللي، أما ما كاينش بزاف ديال الرؤساء اللي غيقولوا يكون شي تنافس ولا سميتو، ما كاينش. فكرتيني فكرتيني خويا، واحد السيد مهدي الصايب قال لك مزوار مزوار، اصلاح بروفيل مزيان. شوف خويا، ما بروفيل ما والو، خصنا الفلوس. اذا كان غير سميتو، والله ما الرامي بعد على الاقل راه كان قريب من المكتب وكيعيش التسيير اليومي. اما مزوار راه مبعد بعيد على الكره وبعيد، كيحضرها في المناسبات مره من الله، ملي كيعيطوا ليه. فانا اللي كنتمنى هو مزوار من اللي جا في عهد اللجنه المؤقته ووقف مع الرجاويين وهذه وكذا، فكنتمنى اليوم اليوم يبان ويوقف مع الرامي مثلا ويدعمه، يقول لي انا معاك ويبان لينا في الصوره. هذه كنتمنى انت، هذا هو باش احنا نذكروه مزوان، نذكروه بالخير. تفضل خويا. كيموت على الرجاء، ماشي واه مزوان كنعرفو، اللي كان شاد كرة السلة وي قبل الرجاء وي كنعقلو عليه، وي فهمتي؟ ورجاوي، حنا المهم هو نتعاون مع هذا السيد، وي إذا كان جا المشروع لا بطريقة لا مزوان، لا نقولو حنا بزاف ديال الرجاويين اللي مسهلين على الموضوع وبغاو يعاونوا هذا الرئيس، ما كاين وي حتى شي مشكل، وي يعاونوا هذا الرئيس. احنا بغينا الرجاء تكون مزيانه، ما يكونش فيها مشاكل. وي وي واحد النقطه الاخ يوسف، وي هذا المدرب اللي كنشوف دابا بالشوط ده كيغرق في اللعابه بزاف، انا راقي عرفنا المكتب اش غادي يدير. لا لا، شوف 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 شوف، كون ما كانش عنده تطمينات بانه غتكون انتدابات، ما غاديش يجي يسرح اللاعب، كون على يقين. خفنا على الاخ يوسف نوقف مشاكل، ما كانش لا لا اللاعب لا لا لا، ما تنظن شيء، تنظن بانه عنده لانه تيعرفش كيدير، هو ماشي كامل، ماشي هو يخلي الفرقه خاويه، لان الفرقه الاخوات هو اللي غياكل الدق هو الاول، فهمتي؟ غادي يقدروا يصيفطوه مورا النهائي العربي، يصيفطوه. انت اش بغيت نقول لك؟ دوك راه هو عارف راسو باغي الفرقه يقويها، راه قال لهم جيبوا لي انتدابات، والناس اللي كتروج بانه راه ما باغيش، ما باغي حتى لعاب، راه كيخرب. راه السيد طالب باش يجدد، قال لهم جيبوا لي انتدابات ضروري، خاصني لي بوست كذا وكذا، اللي يعوض مالونغو خاصني، هذه خاصني جناح. اطلب لهم خمسه ديال لي بوست، اطلب لهم خمسه ديال لي بوست، اطلب لهم بما فيهم اريان دروا، بما فيهم اريان دروا. دونك هذا هو اللي كاين. كنتمنى غير المكتب دابا واحد يتحرك، اذا كان دخلوا فلوس من المغرب يخلصوا الفيفا وي ويجيبوا شي واحد ربعة اللعاب يكونوا مزيان.
هادشي اللي كاين، هادشي اللي قلنا لهم، هادشي اللي كاين. فهمتي؟ هادشي حنا اللي كنطلبوا منها، ولكن كتشوف حتى التصريحات ما كيخرج حتى شي واحد يصرح بشي كلمه. تبع مالونكو، تبع مالونكو ما خرجش شي واحد فيهم ولا يقول لك ايه يا سيدي تبع مالونكو وها علاش بعناه، فهمتي؟ نقول لك الاسباب علاش باعوا راه مالونكو باينه، راه فايت هو قالها الرئيس، الاستراحه. راه فايت قالها الاندلسي، قال لك حنا عندنا ازمه وما عندناش شي حل، وخصنا نبيعوا على الاقل واحد لعاب ولا جوج باش يمكن لنا شويه نخلصوا الديون. راه فايت قالها، واش هو مخبيها؟ راه بحال كي كيكذب على الجمهور، انت كتخرج كتصرح وكتناقض في التصريحات ديالك، لا انت بحال الجمهور كتضحك عليه. ايوا خرج فهمتها. خرج بصراحة، بصراحة سيدي على السيتياسيون ديالنا، احنا غادي نبيعوه لان ما عندناش البديل، ما عندناش البديل لهذه الازمة. واخا خرج كون صريح، هذا هو اللي كينقص شكرا خويا عبد بصراحة. اللطيف، وصلنا للنهاية، كنشكرك في هذا التدخل ديالك. شكرا تحياتي لك، شكرا تحياتي، شكرا، وفقك لك. الله. الإخوة، قبل ما نختم غير بعجالة بعض الأخبار، واحد الخبر خارج فأنا كنعتبره إشاعة، ما عرفتش الناس مين كيجيبوا هذه الهضرة هذه، أن جلالة الملك تبرع على الرجاء بحافلة من طراز رفيع نوع الخط، ما كاينش هادشي، ما كاينش شي حاجه، لان شنو المناسبه هذه؟ واحد راه جدات لاكاف الملك ثم هذا خبر غير صحيح. الخبر الصحيح ان ملي كتكون شي حاجه ملكيه راه كتكون بالفور، يا شي فور معلن عنها سميتو، كيكون بلاغ من مكتب الفريق اللي كيشكر صاحب الجلاله على التفاته وهذه، ف سميتو التفاتاته للفريق هي عديده ومتعدده الحمد لله، وعلى مدار التاريخ، فان شاء الله وشيء اكيد غتكون الالتفاته كذلك بعد النهائي العربي، فما نبقاوش نتبلاو ونخرجوا الهضره هكا والاشاعات. فالفريق هو بنفسه باغي يشري حافله، وما نساوش واحد القضيه، راه ما نساوش بانه راه كان واحد التسريب صوتي ديال دحنان كيتخاصم هو بودريقه، وسميتو راه كيدوي على الحافله ديال الرجاء اللي تباعت وزونشير 100 مليون. دونك هذيك حسب الفهامه ديالي انا، الرجاء تباع ليها الكار، يمكن بقى هذاك الكار اللي كيلعبوا به بلي سبور، اللي كيمشيو كانوا كيمشيو بلي سبور هو اللي ولات كتجيب، دونك انه الكار تبان وانه بغاو يعوضوه دابا. ولكن السؤال الذي يطرح، واش هذه وقت تشري كار اخر طراز؟ واش الرجاء دابا في كار ديال اخر طراز دابا في هذا الوقت؟ الرجاء في ازمه، الرجاء خاصها تخلص مديونيه، الرجاء موقف على انتدابات، واش انت دابا الرجاء موقف على انتدابات باش تفك انتدابات باش يطلقوا لك، باش الفيفا تطلق لك انتدابات، جيتي انت دابا بغيت تشري الكار اخر طراز، فاش غنحتاجوه دايور؟ الى عندنا كار دابا الحمد لله طيب كل اوتوروت، كار واحد نخدموا به حنا ونسبوها، تنتوسعوا ونكونوا بخير ونجيبوا كار اخر طراز، حنا محتاجينش لعاب جالسوا الاورديناتور قدام داخل في الكار، داك التخربيق ما داكشي ديال المحمديه وديال اللي داير لهم كار فيه كوزينه في وسط، كاين كوزينه في وسط الكار، ما عندنا ما نديرو حنا داك البدخ خاوي، ما عندنا ما نديرو به، حنا محتاجين اعاده البناء ديال الفريق، ومحتاجين ان بلون دو غودريسمون باش دير ان بلون، حنا بحال ديك الشركه اللي كتعيش حاله ديال التصفيه القضائيه، اللي قريبه للتصفيه القضائيه، كتعيش حاله التسويه القضائيه، دونك حنا نعيشوا التسويه، خصنا نديروا تسويه الديون ديالنا، نقسموها ونخلصوا شي حاجه وشي حاجه نقسموها، وفي نفس الوقت نديروا اعاده النظر في المصاريف ديالنا. بطبيعه الحال انتداب ديال ثلاثه ولا اربعه اللاعبين مساله لا نجعل فيها، لان مشى الخصاص كاين خصاص، ولكن الشيء الاخر لا كومبريسيون دي شارج، بغيتي المؤسسه وبغيتي المقاولة ماشي للقدام، خاصك دير لي في سيزو، راه كيعرفوا الناس الاقتصاديين لي في سيزو هو اللي كيخليك كتنقص من المصاريف باش كتطلع لي بينيفيس، اذا حنا محتاجين لي في سيزو دابا. دونك اي رجاوي خصو يعاود القضيه ديك النفخه الخاويه ديال حنا وكنا وكان عندنا وداك الشيء نحيدوه من راسنا، حنا في اعاده البناء نعاودوا نبنيو، ولكن نبنيو على اساس، باش نبنيو على اساس كيخصنا نتواضعوا، كيخصنا نرضاو اننا ما نبدلوش،
باش يمكننا ما نعاودوش نعيشوا هذه المحنه ديال المديونيه. هذا من جهه بالنسبه للكا. كاين هضره اخرى اللي هي ديال انه بعض اللاعبين اللي الرجاء كتفاوض معاهم. فهناك واحد اللاعب اللي هو كان في الكوكب وهذه كوياطي، ما كوياطي كاين هناك هضره بانه كاين عقد مبدئي معاه دارته مع الرجاء، خرجوا لي شي ناس اخرين باغي يديوه، وانه الرجاء في مفاوضات متقدمه. فنتمنوا ان الصفقه تكمل لانه لاعب قوي، انا اكتشفته مع الكوكب وهذه، اذا بقى في ذاك المستوى وضيوا راه كيلعب مع مازيمبي، راه ما يمكنش غتلعب في مازيمبي وانت ما عندكش النيفو ديال مازيمبي، واللعابه اللي كيجيو من مازيمبي راه شفتوا الشونتيون ديال مونونكو، راه لان ذاك اللاعب في الكوكب كان قوي كان قتال. اذا كنتمنى انها تنجح الصفقه ان شاء الله، وتزاد صفقات اخرى محتاجين على الاقل 3 ولا 4 لاعبين قويين اللي غادي يدعموا الفريق. بغيت كاين واحد اللاعب اخر اللي هو ايوالا، لاعب ديال اليمبا، كذلك مهاجم حتى هو داخلين معاه، كذلك اكسيل ديال طنجه حتى هو كاين معاه مفاوضات. فكنتمنى هذه المفاوضات باش يطبقوا معنا في هذا الاسبوع ان شاء الله، نكونوا فضينا هذا المشكل باش الفرقه تفرغ التركيز على مقابلات طنجه ويتحيد عندنا ذاك الماتش ديال روما. ما عندنا ما نديرو بيه، غادي يخربق لنا التركيز ديالنا. هشام ابو شروان كل شيء عارف بانه راه تعين كمساعد اول، في انتظار يجي المساعد التونسي اللي يمكن غيكون هو المساعد الاول وغيقول لي ابو شروان المساعد الثاني. فكنتمنى يكون خير، انا ما عندناش مشكل مادام المدرب بغى مساعد ديالو شغلو هذاك ليسونسيال، حنا نحاسبوه في الملعب تما فين غنحاسبوه. هناك لاعب، واحد اللاعب بغيت نهضر عليه، هو لاعب ديال المدرسه ديال النجا، اسمه عبد الصمد البديوي. فهاد اللاعب هذا ترعرع في الرجا وود المدرسه تاع النجا، ومشى كيلعب في شباب السوالم. هاد اللاعب كويري اللي كيعاودوا عليه، انا ما شفتوش ولكن تعاودوا لينا كويري، وانه بغاو المسؤولين ديال ديال السوالم بغاو يبيعوه ديال اكتمون بركان، وعقد ديال 5 سنين، تصوروا 5 سنين بركان باش دير معاك 5 سنين خصك تكون في رجليك. والسيد ما بغاش، قال لهم لا انا ما متفقش، ما تشاوشوش معايا، شكون قال لكم يبغى يمشي لبركان؟ دونك هنا فينا هو المدير التقني اللي كيقول هذا المدير التقني فينا؟ بغيت نعرف فينا هو، بغيت نقلب علينا بالشمعة والقنديل ما بانش ليه. فينا هو المدير التقني وشنو المهمة ديالته؟ فينا هو الناس المكلفين بأقسام الصغرى؟ فينا هما الناس اللي علاش كنضيعوا في طاقات قوية بحال هذه؟ كما ضعنا في الشنوف اليوم عاوتاني غنضيعوا في لاعب، وما كانش هو وما كانش الناس اللي سربوا هذا الخبر بعد، ما كناش غنسيقوا ليه خبر. راه كتوقع بعض العجائب في الاقسام الصغرى ديال النجا، خاصه في الفئه ديال الاسبوار، راه عالم باغي الله. فكنتمنى ان مشروع رامي ينجح باش نبداو قطيعه مع الماضي، ونبداو العهد ديال استثمار الطاقات الرجاويه اللي كتضيع علينا. مدرب الشاب كاين اللي كيقول لك بانه العقد ديالو راه كيتجدد تلقائيا، هذا هضره ديال المكتب، راه الناس ما كيعرفوش القانون. راه العقد لا العقود المحدده المده، هذا المبدأ القانوني العام اللي كاين في قانون الالتزامات والعقود. دوك العقود محددة المدة تنتهي بانتهاء أجلها. لا قلت الله أكبر. هذا مبدأ. الشاب في السينا في الرجا، راه سينا 6 شهور. إذا المدة محددة. 3 شهور سال العقد. ولو تكون درتي معاه بأنه العقد يتجدد تلقائيا، راه كيتسمى العقد سالة، راه الرخصة ديالته عند الجامعة سالات. بمعنى إلا بغيتي تجدد معاه، بغيتي تزيد معاه، كيخصك تجدد داك العقد، تقدر ديرو. إما هو كتمددو، كتقول بأنه العقد يمتد من نهاية 2021، نهاية موسم 2021 إلى غاية نهاية موسم 2022 أو 23 اللي بغيتي. المهم كتقول من إلى، كتعاود تجددو في التاريخ ديالو وتوقيع جديد. وباقي الشروط كيمكنك تعدلها، شغلك هذا وتزيد ليه في الاجر كتزيده، وتخلي الاجر هو هذا كتخليه. المهم هو كدير عقد جديد، ما كاينش عقد كيتجدد تلقائيا هو القديم تبقى تخدم به، الناس ما كيعرفوش القانون. دونك كنتمنى انه يجدوا معاه وانه يزيدوه شي بركه، لانه يستاهل هذاك السيد. انا بالنسبه لي ناسي كيوسف، رايي الشخصي لا الزم به احدا، يقدر واحد اخر يبان لي عيان مدكدك. انا ما نحقرش الاراء ديال خوتي الرجويين، وما كان ما كنستهزئش بها، بالعكس انا كنحترم راي كل رجل. انا بالنسبه ليا شاب مدرب في المستوى ديال الرجاء ومدرب يليق للرجاء، فقط خص تعطاه الامكانيات ويدعموا ليه
جوج حوايج، يدعموني الفريق بواحد 4 ولا 5 اللاعبين القويين، وثاني حاجه، ثاني حاجه وهي المهمه، يكون هناك التزام في مستحقات اللاعبين، يتخلص من مرزقهم، لانه ذاك العام راه عانى مع لاعبين غضبانين، لاعبين كاعين متوترين نفسيا. راه كيفاش يمكن لك تلعب الكره مع لاعبين اللي هما متوترين؟ راه الكره كتبغي التركيز، كتبغي اللاعب يكون ناشط كيلعب هذيك بليزير في التيران، ومع ذلك استطاع يجري هذا السيتياسيون ويزرع الحماس في اللاعبين باش بقاو كيلعبوا معانا حتى لاخر دوره. فتحيه للاعبين، وتحيه للشابي، وتحيه للمعد البدني اللي خلق لنا فرقه اللي كتلعب حتى لاخر دقيقه ورهقات الفرق على المستوى، البدني. فتحيه ليه. لهذا اتمنى، هذا رايي الشخصي، ان يتم تجديد الثقه في المدرب الشابي وفي المعد البدني، وان يتم اعطائه تمكينه من المساعد الذي طلبه، وان يتم تجديد عقده بامتيازات احسن. هذا هو اللي بغيت نقوله الاخوان. فتنظن احنا وصلنا لنهايه البرنامج. كنحيي جميع الاخوه الرجويين، كنشكرهم على التتبع ديالهم. الاخوه كنقول لهم وكنعاود، راه شوف راه اللي فيه الضو دابا واللي هو عنده على الاقل برنامج وكيعطينا الامل في المستقبل، فهو ضامن. يجب ان ندعمه جميعا، ما نبقاوش نحلموا، ما نبقاوش نفكروا في الفلوس. وكنتمنى ان ابو دريقه يعاونه ويدعمه ماديا ويدخل معاه كرئيس منتدب فهمتيني، ويخدم معاه، او يكون كمستشار ديال الرئيس، مستشار اول. علاش لا؟ عطاه الله الحلول. ليسونسييل هو هاد السيد هذا عنده برنامج طموح وباغي يخدم الرجاء، وخارج من وسط الرجاء، من رحم الرجاء، وعنده تجربه كبيره في الرجاء، راه من خريط قديم. اذا خاصو غير الدعم المادي باش ينجح في المسعى ديالو، ونتمنى انه ينجح فعلا، وانه نوصلوا لداكشي اللي بغينا، ونشطبوا الرجاء، ونبداو تاريخنا من جديد، لان الرجاء تستحق اكثر من هذا. الرجاء فريق الامجاد وفريق البطولات، فريق يمثل بلده احسن تمثيل ويشرف بلده. تحية إلى جميع الإخوة، إلى اللقاء في القادم، إلى اللقاء، وشكرا، وتصبحون على خير.